مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم زمن الرياضه. وفي زمن الرياضه في هذا المساء يعني نصيب الاسد حيكون لمباراه الهلال في البطوله الافريقيه، وهو اصبح الفريق الوحيد اللي يمثل السودان في هذه البطوله بعدما انتصر داخل الخرطوم على الفريق الزيمبابوي وخسر في القاهره بهدفين لهدف. مباراه يمكن كثير من الناس بيفتكروا انه النتيجه ما كانت جيدة، ولكن أنا أفتكر وأعتقد أنها كانت نتيجة مقبولة، وخاصة الانتصار يعني هي أساسا الهدف ما عنده تأثير كبير زي في المباراة أصلا، هي بالنقاط يعني ما فيها خروج مهزوم أو مباراتين ذهاب وإياب، ولا يعني مباراة. أنا أفتكر أنه الهلال حقق نتيجة جيدة وبحساب الظروف اللي بنعيشها نحن في السودان. أنا سعيد جدا يكون معي داخل الاستوديو الزميل الصحفي عبد الرحمن عيدروس. عبد الرحمن مساء الخير وأهلا ومرحبا بك. مرحب بك أخ معتصم، ومرحب بالسادة المشاهدين، وسعيد جدا بالعودة ثاني بعد غيبة طويلة زمن من يعني قناة الشروق. صباح الشروق فسعيد جدا اليوم أكون يعني ضيف على برنامج مميز. أشكرك جدا والله، برنامجك جميل جدا وبرنامج مميز أشكرك يعني. أشكرك كثير يا عبد الرحمن، ويمكن غبت حتى من صباح الشروق. نعم والله، يمكن يكون اكثر من 50 يوم يمكن تقريبا كثير. كنت في القاهره في علاج، والحمد لله الحمد لله على السلامه. احسن حالا الله يسلمك. الحمد لله على السلامه الله يسلمك. وكنت في القاهره دي كويس عشان نتكلم عن مباراه الهلال، يعني من شخص اعلامي وكان موجود في القاهره. أدروس، قبل ما نبدا في المباراه وقبل ما نمشي نشوف الهلال في المباراه الاثنين، القاهره كانت كيف قبل المباراه؟ يمكن بصراحة خلينا نقول أنه المباراة دائما بتكون للأهلي والزمالك، كان طرف القمة هناك في مصر، خلينا نقول بتصاحبة دائما أحداث كبيرة جدا، وبيكون في حالة تأهب واستعداد للجماهير الحمراء إذا كانت أو القلعة البيضاء إذا كانت بالزمالك. خلينا عشنا يمكن قبل 3 أو 4 أيام بعد مواجهة الأهلي للنجم الساحلي عقب العودة مباشرة، خلينا نقول كان في حالة استنفار كبيرة جدا من جماهير الأهلي لمباراة الهلال السوداني، وكان في حتى كان في يمكن يكون استعداد رهيب جدا من قبل إدارة النادي نفسه اللي هي طالبت ب 10 أو 15 ألف متفرج. وشفنا في النهاية كيف أنه قدرت إدارة الأهلي أن تضغط على الأجهزة الأمنية والداخلية هناك في مصر بأن تستجيب لتواجد 15 ألف متفرج في ملعب السلام، وده بأكد لك أنه كان الأهلي أو كان عموما بتعامل مع المباراة باهتمام كبير جدا واهتمام متعاظم. طيب يا دروس، مباراة الأهلي مع النجم الساحلي هي ألغت بظلالة يعني الهزيمة، ومعروف الحساسيه بين السودان ومصر في كره القدم. نعم، يمكن اداره الاهلي يعني احنا كاعلام وكبحث اعلامي كان متواجده في القاهره، يمكن اداره الاهلي ورتنا كيف انه بيتعامل باحترافيه كبيره، خاصه عقب الظلم اللي وقع على الاهلي في مباراه النجم. نعم. تعاملت بردود فعل سريعه جدا، بخطاب سريع للكاف، عقب خطاب للفيفا مباشره بالطريقه اللي تم طرد بها لاعب من الاهلي، وحتى الجميع حتى في تونس هناك تمت يعني يمكن الجميع اقر بانه الخطا من حكم المباراه، وكان بطاقه حمراء ظالمه للاهلي اللي غدى مباراه كبيره وخسر بالظلم التحكيمي. وشفنا المشاكل اللي صاحبت نهايه المباراه بين النجم والاهلي، لكن اداره الاهلي خلينا نقول اداره محترفه. مشاكل الكره السودانيه انا اعتبرها في الجانب الاداري. أيه. هناك المشاكل الاداريه لا توجد مشاكل اداريه في القطبين الكبيرين في مصر بخاصه الاهلي. كان في مؤتمر صحفي مباشره لرئيس النادي محمود الخطيب، قدم بخطاب قوي، قدم بمؤتمر صحفي اكد فيه انه الاهلي يتعرض لظلم، وحذر الكاف من انه الاهلي يمكن يعني انه مباريات الاهلي دائما يجب ان يكون هناك حكام مميزين وعلى اعلى مستوى عشان ما يقع ظلم تحكيمي على الاهلي المصري. نعم، يمكن تكلمت عن الاداره في السودان في الانديه، ولكن عبد الرحمن احنا لو حقيقه الاداره في السودان بصفه عامه في كل المجالات هي واحده هي اس المشاكل. يمكن المشاكل اللي حاصله في السودان اسباب اداريه. نعم، بكل تاكيد الجميع يمكن يكون متفق على حديثك اخ معتصم في هذا الجانب بالذات. مشاكلنا مشاكل الانديه، اذا كان متكلم عن هلال المريخ بالذات قمه الكره السودانيه، مشاكل اداريه. ويعني يمكن يكون اذا كان الفشل المدربين في انه في استقطاب مدرب واقاله مدرب واستقاله وما شابه هناك، بنجد انه اس البلاء في النهايه هو الاداره. الاداره لا تهيئ الاجواء اللازمه للمدرب، ما بتقدر تصبر على مدرب او حتى على محترف، يعني يمكن قيمه
المحترفين وقيمة الرواتب العالية للمدربين واللاعبي الكرة يحتاجوا لاستقرار فني، يحتاجوا لاستقرار في المواسم عديدة عشان يحاولوا أنه يدوك نتائج جيدة. إدارتنا ما بتصبر على مثل هذه الأخطاء، ما بتصبر على المدربين، ما بتصبر على اللاعبين، وأنا أعتبر أنه هو المشكلة الكبيرة. التعامل خلينا نقول بديكتاتورية في القرارات بالنسبة لرؤساء الأندية إذا كان في هلال أو مريخ، وده بيعود لي أنه الأندية بتعتمد على جيوب الأفراد أكثر من الاستثمارات على النادي. فبالتالي رئيس النادي لما يجي يتحكم، نعم، في زمام الأمور، حتى في زمام الأمور الفنية في المدرب، فده بالتالي بيحكس أخ متصم، بيحكس نتائج سلبية على أرض الواقع، وبيأكد أنه الاعتماد الكلي بيكون على رئيس النادي حتى في القرارات السالبة، وحتى في القرارات المعتبرة معظمها ارتجالية فقط وقرارات ديكتاتورية بدون أنه يكون هناك مجلس، يكون هناك في اجتماعات وما شابه ذلك. دي مشكلتنا الكبيرة عبد الرحمن، على المستوى الرياضي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على كل المستويات. الجانب الإداري هو الجانب الأضعف واللي له تبعات كثيرة جدا يعني. ونحن في الرياضة، نحن رياضيين شايفين يعني المساوي الكبيرة للعمل الرياضي اللي بيقوم على الأشخاص. يعني دائما لو رأينا أي نادي من الأندية السودانية، أي نادي بيعتمد على فرد أو على اثنين أو واحد من غير يكون هناك مجموعة، نتائج إذا مشت الليلة بكرة ما هتمشي وحتقيف. دي مشكلة كبيرة كده. نتمنى أنه يعني الأمور دي تتعدل في الفترات القادمة. طيب أخ عبد الرحمن، إذا تكلمنا عن مجموعة الهلال اللي بتضم الهلال والأهلي القاهري والنجم الساحلي وبلوتينيوم الزيمبابوي، قبل ما نخش مباراة الأهلي، الآن المجموعة كيف أنت شايف المجموعة؟ طيب المجموعة الآن ككل هي أنا أعتبرها مجموعة، برغم أنه كانت الجميع متخوف من مواجهة الأهلي والنجم في هذه المجموعة بالذات، لكن أعتبرها أن الآن هي الهلال المجموعة في المتناول. نعم. بحجم أو بالمستوى اللي ظهر به والأهلي، والمستوى ظهر به والنجم، وكذلك المستوى الضعيف لبلاتينيوم اللي هو أنا أعتقده هيكون حصال لهذه المجموعة واضح جدا بعد الخسارة المذلة على ملعبه أمام النجم الساحلي في الجولة الثانية. أنا أعتبر أنه الهلال الآن أول أندية بقراءة سريعة لهذه المجموعة، وأكد أنه الهلال ممكن إذا استطاع أنه يحقق نقاط الأرض اللي هي أمام النجم والأهلي تواليا، اعتبر انه 6 نقاط مضمونه للهلال، فضلا عن الثلاث نقاط اللي لابد الهلال ان يعود بها من بلاتينيوم في هراري، لابد ان يعود بثلاث نقاط. فاعتبر انه الهلال مطالب الان بكسب نقاط الارض، 6 نقاط امام الاهلي والنجم وثلاث نقاط من بلاتينيوم، الهلال سيكون في 12 نقطه. انت قبل ذكرت في مقدمه البرنامج انه الخساره من الاهلي 2-1 هي نتيجه ايجابيه. ايجابيه حتكون عندها يعني يمكن هدف، وحيكون عنده ما بعده هدف اظهر اذا تساوت الفريقين. واعتقد انه الاهلي هو الان في يعني بصدد انه هو يكون في 12 نقطه، لانه الاهلي الان حيكون ايضا حيلعب مع النجم الساحلي في القاهره، واعتبر انه حيكون هي مباراه رد اعتبار وما شابه، والاهلي سيحقق الانتصار على النجم الساحلي، حيكون 6 نقاط فضلا عن فوزه على بلاتينيوم. اذا اعتبرنا انه يستطيع فوز على بلاتينيوم ذهابا وايابا سيكون في 12 نقطه، وخسارته من الهلال هنا في مدرمان سيتوقف في 12 نقطه، انذاك سيكون الفصل بين الفرق او الانديه الثلاثه اللي هي الان تقريبا النجم والهلال والاهلي ستكون بالنقاط. كذلك النجم الساحلي الان بست نقاط، عنده مباراه امام بلاتينيوم في سوسه، وعنده مباراه امام الهلال. حتى اذا اعتبرنا انه النجم سيفوز على الهلال يوم 27 من هذا الشهر سيصل بالنقطه التاسعه، واذا استضاف بلاتينيوم ايضا في سوسه ايضا سيفوز ويتوقف عند 12 نقطه. فبالتالي هذه المجموعه القراءه لهذه المجموعه انه الثلاث انديه ممكن تتوقف في 12 نقطه، وممكن انه بعد ذاك تكون المواجهات المباشره وفارق الاهداف ممكن يصب كثيرا في مصلحه الهلال. طبعا في اذا نجح الهلال في انه يحقق نتائج على الارض ويكسب نتائجه، وفي اعتبار انه ايضا الهلال يخسر امام النجم في سوسه، لكن عنده شانس كبير انه ممكن يتفوق على الاهلي والنجم الساحلي في الخرطوم. نعم. طيب نرجع لمباراه الهلال ونشوف كواليس المباراه. يعني قبل المباراه والاستعدادات تكلمنا عن الاهلي، يعني ومن خلال متابعتك وجودك في القاهره، الجمهور، الاعلام، الحديث عن الهلال، يعني انا لاحظت برضو انه الكره السودانيه والكره المصريه في حساسيه مهما كانت مستويات الانديه السودانيه، في شويه حساسيه بتخلق شيء من النديه. طيب انا يمكن قبل المباراه احنا كنا هناك في القاهره، وقبل المباراه يمكن ب 24 ساعه كان هناك في مؤتمر صحفي قبل مباراه الهلال والاهلي المصري. نفس هذا اليوم يمكن كان يوم الخميس قبل يوم المباراه،
كان في الموقع الرسمي لنادي الاهلي يمكن ذكر في على حساب الموقع الرسمي للنادي ذكر انه يمكن الفريق الوحيد في افريقيا المتفوق على الاهلي هو الهلال نعم في المواجهات المباشره بالاهداف. نعم هو الفريق الوحيد كل افريقيا الاهلي متفوق عليه، اذا كان الزمالك، اذا كان انديه شمال افريقيا، اذا كان انديه الكونغو، اذا كان انديه الكاميرون، اذا كان كله. نعم فالهلال الفريق الوحيد اللي نجح في الفوز على الاهلي مرتين في القاهره بهدف ريتشر والثلاثيه الشهيره في ملعب ام درمان ملعب الهلال. نعم بالاضافه للتعادلين هنا في ام درمان وخساره في القاهره مرتين في القاهره كان نهائي 87 وان الفوز كان 2-0 بهدفي فلافيو تقريبا في كان اللي هو الهلال جفاسنا عوض فيها 3-0. نعم فديها النتائج اكد انه الهلال متساوي في كفه واحده مع الاهلي في النتائج والخساره والتعادل، بالاضافه انه الهلال متفوق على الاهلي بفارق الاهداف. الموقع الرسمي اكد انه مباراه الجمعه اللي هو حتقام كان غدا اذكر انه مباراه فاصله ولا بد انه الاهلي يتفوق على الهلال عشان يكون عنده علو كعبه على كل الانديه في افريقيا. ده اكد هيبه الهلال، اكد قوه الهلال، لكن الحاجه المؤسفه انه اداره الهلال ومدرب الهلال صلاح ادم لم يتعامل مع المباراه بالحجم اللي وضعه اداره النادي والموقع الرسمي للنادي بحجم نادي الهلال. فكان احنا تفاجانا انه قبل المباراه انه الهلال صراحه لما دخلنا الملعب المباراه في الميران الختامي انه الهلال ما عنده محترف. نعم ففي اسئله كانت جانبيه، عدم وجود محترف كان يمكن احنا بالنسبه لنا كاعلاميين مرافقين للبعثه شكل لنا صدمه. يعني حتى اجابتنا كانوا محترف وحيد اللي هو جمال سالم. نعم حارس مرمى. يعني بتذكر انه اداره الزمالك كان في مؤتمر صحفي ايضا قبل المؤتمر الصحفي لنادي الهلال والاهلي، كان في مؤتمر صحفي لفريق الزمالك واول قص الانغولي اللي لعبوا يوم السبت في القاهره ايضا. جماهير إدارة الزمالك يعني يمكن تكون تحدثت معنا في يمكن في حديث جانبي ذكر انتم محترفكم منه مين حيصنع الفارق؟ دفاع الاهلي. يعني تحدثوا بهذا الاسلوب عشان يورونا ضعف ونقاط الاهلي. فذكرنا انه الهلال لا يملك محترف، لا يملك لاعب مهاجم يصنع الفارق، لا يملك مشكلة كبيرة. فكان دي شيء مؤسف قبل المباراة انه احنا ما عندنا لاعب محترف يصنع الفارق. جاء اضف الى ذلك كان الخوف الكبير الواضع على صلاح ادم في التشكيلة اللي لعبها ب 4-5-1، تخوف كثير من الاهلي في الوقت اللي كان فايلر السويسري مدرب الاهلي كان متخوف جدا من الهلال اللي هو لعب ايضا بتشكيل 4-3-3 وبيتحول ل 4-5-1 في المباراه، وده باكد لك انه هو لعب بجونيور اجايه وحيدا في المقدمه. كان متخوف من الوسط. نعم كان متخوف من الهلال في وجود رمضان صبحي كمهاجم وهمي، لكن في النهايه التشكيله اللي لعبها الهلال بدا بها صلاح اكد ضعف القراءه الفنيه لهذا المدرب، اكد انه هو متخوف جدا من الاهلي، وكان هو انه خاسر الديربي من المريخ كان متخوف انه يتلقى 4 أو 5 أهداف وتكون هزيمه ثقيله على الهلال السوداني. نعم فبكل تاكيد كان شيء مؤسف من الهلال من حتى من التشكيله اللي لعبها بدا بها المباراه، توقعنا انه الهلال حيخسر خساره كبيره. نعم بالاضافه ما ننسى لانه الهلال شناوي مدرب حارس الاهلي المصري كان ضيف شرف المباراه، وده شيء مؤسف في حق نادي الهلال انه ما يكون هناك ولا هجمه ولا حتى يكون خطوره على مرمى الاهلي في مباراه الذهاب. طيب ما بتفتكر انه عدم وجود عناصر، انت تكلمت عن عدم وجود محترف، تكلمت عن عدم وجود عناصر هجوميه، ده ما بيصف في انه المدرب دي الادوات اللي عنده، دي اللاعبين اللي عنده، يعني ما عنده القدرات الامكانيه، يعني تشكيلته ما فيها اللاعب اللي يصنع الفارق، دي ما شويه ما بتخلي انه الهجوم على المدرب كبير، وكثير جدا من الصحفيين لاحظوا يعني هاجموا المدرب. طيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراه انا كنت متواجد في هذا المؤتمر، انا وجهت سؤال شخصي للمدرب صلاح ادم، فتح باب الازله سالنا صلاح هل يوجد غيابات؟ قال لا. طيب المؤتمر الثاني بعد المباراه انت ليه لعبت بهذه التشكيله او لعبت بهذه الطريقه؟ يعني واضح، شوف البوزيشن الان في هذه الشاشه واضح جدا شيء موسم 73%، ده باكد لك انه الهلال ما قدم اي مباراه، حتى ما قدر الهلال ما استحوذ على المباراه ولا قدر انه يصنع 3 أو 4 باصات تنقلات في وسط الملعب. سالت سؤال وجهت لصلاح سؤال واضح جدا، انت اشرفت على الهلال منذ فتره كان معك الكوكي، انت متواجد في الدائره الفنيه للهلال ووجدت امامك فتره انتقالات او فترتين انتقالات، لماذا لم تقوم بانتدابات واضحه في الشواغر اللي في خانات معينه لنادي الهلال؟ ذكر انه الاحداث السياسيه في السودان كان اجابته الاحداث السياسيه، ما عندها علاقه الاحداث السياسيه في السودان بانك انت تنتدب مدافعين ولاعبين مميزين في الفريق الهلال، بالاضافه لانك انت مولف
خطي دفاع يعني فريق بحجم الهلال ويلعب في دوري ابطال افريقيا ويواجه فرق مثل الاهلي والنجم، يكون ما عندك خط دفاع قوي او خط دفاع متميز، بالاضافه لانه ما ننسى انه الهلال يخسر في كل المباريات باخطاء دفاعيه قاتله وساذجه. طيب يا اخ عيدروس، ما بتفتكر انه قد يكون احنا تكلمنا عن الجانب الاداري وسلطه الجانب الاداري في السودان، يعني احتمال او قد يكون الاخ صلاح ما قال يعني يمكن جعل الاحداث السودانيه هي يعني ما يقدر يقول مثلا الاداره كان عندها راي في الانتدابات او الاداره هي اللي مسيطره على قد يكون الحاصل. طيب اذا كان انت اذا فرضت رايك او انت غررت او قدمت تقرير فني بالانتقال بالشطب والانتداب لعدد من الاسماء، اذا انت عملت هذا التقرير وتم رفضه اطلع على وسائل الاعلام اكد انه رئيس النادي رفض انه انا اقوم باي انتداب اقوم باي عمليه في الانتقالات. بالاضافه ما ننسى في تصريح كان سيء جدا من صلاح، انا اعتبره بعقب التاهل الفوز امام نيمبا، خرج في قناه النادي بعد المباراه مباشره وقال انا اول مدرب وطني اتاهل لدوري مجموعات ابطال افريقيا بلاعبين محليين. فده كان تصريح سلبي جدا اعتبره انا، وهو بيفتخر انه هو تاهل بدون محترف، في حين انه المحترف الان هو بيصنع الفارق. طيب انت ممكن ده برضه يشكل ايجابيه للاعبين المحليين، يشكل ايجابيه نفسيا وقدرات نفسيه ويكون عنده رؤيه ثانيه، مثلا هو الكلام ده قاله لكن هو بيرى انه لابد من الدعم وقد يصطدم بالاداره اللي احنا كنا نتكلم عنها قبل. طيب اذا صدم بالاداره انت كان لو قدمت تقرير فني بالضعف المتواجد في تشكيله الهلال اصطدمت بعد ذاك بالاداره، ده شيء احنا بيحسب لك. ما ننسى الطريقه اللي دعمت بها الاداره في شطب حسين الجريف، انت كمدير فني لم تتعامل باي رده فعل مع لعبك ولم تقم باي خطوه عن الدفاع عن لعبك حسين الجريف، وطالبت حتى وافقت الاداره بانه اللاعب يتم شطبه والاستغناء عنه بهفوه كانت في مباراه الوسط الاماراتي. طيب انت بتفتكر ليه نحن المدربين دائما ضعيفي الراي امام اداره الانديه؟ هل للسبب اللي انت قبل ذكرته انه اداره الانديه بتحكم فيها دائما شخص واحد؟ بكل تاكيد هي بتساهم ب 90% من قرارات الاداره، انه دائما لما يتحكم رئيس النادي في طريقه الدفع وطريقه تسيير الاموال وتسيير المصاريفات في النادي اكيد بتحكم، لانه احنا بنتمنى انه الهلال ينتقل او رئاسه الانديه الكبيره تنتقل من جيوب الافراد الى المؤسسيه في التعامل الى الاستثمارات، عشان يكون حتى اداره النادي هي بتجي بس تضع خطه تسير بها الاستثمار في النادي، لكن دائما لما يكون هناك تحكم واضح من رئيس نادي بيتعامل بديكتاتوريه في قرارات نادي الهلال فده بيساهم بشكل كبير في انه حتى المدرب يكون خايف على منصبه، يكون خايف انه دي نقطه مهمه، يكون خايف انه هو يتم اقالته لو ما رضخ لقرارات مجلس الاداره. هل دي بتفتكر انها مشكله عموما يعني المدربين الان؟ يعني احنا لو رجعنا للانديه وحنرجع لكره الهلال بنلقى المدربين الاجانب ودائما بناخذ غارزيتو كمثال، غارزيتو اصطدم بكثير مشاكل مع مجلس اداره نادي المريخ وكان دائما بيقول رؤيته، ويمكن لاحظنا وتابعنا انه غارزيتو لما فرض رايه المريخ مشى بصوره جيده جدا جدا وانتصر على انديه الجزائر والعقده اللي كانت موجوده انتهت. هل بتفتكر ان احنا مدربنا بيقدر يكون عنده هذه السطوه وهذه القدره، ولا برضه بنيجي نرجع نقول الظروف السودانيه والاقتصاد وفي اشياء كثيره جدا قد تاثر على المدرب؟ نعم، يمكن النقطه الاخيره اللي ذكرتها هي نقطه مهمه جدا، اذا كان المدرب بياخذ راتب عالي في انديه هلال المريخ وبيكون هو متواجد في الواجهه، واجهه الاعلام، متواجد في يعني يمكن في الهلال بالذات يعني والمريخ، يكون متواجد أندية كبيرة. في انديه كبيره ويكون بالنسبه له سي في كبير، وبالاضافه اللي ذكرت انه ظروف اقتصاديه ما بتتواجد في الانديه الاخرى في السودان، فبالتالي الواجهه بتمثل ايضا دفع للمدرب انه يكون هو يعني يكون موجود فقط، حتى اذا كان ما بدون اختياره في التشكيله وحاجات اخرى بتاثر عليه، هو متمنى انه يكون يتواجد فقط في الجهاز الفني. غارزيتو انا بعتبره من اشطر وافضل المدربين اللي مروا في الساحه الفنيه السودان. في السودان صح. إذا كان بهلال إذا كان مريخ وإذا كان، وأنا بعتبره هو من أفضل المدربين التواجد في الوطن العربي عموما، كلام عمل سليم. عمل اسم كبير مع نادي المريخ، اتصدم مع الإدارة وفي النهاية تفوق هو بقراراته الصحيحة، يمكن المريخ يمكن يكون 2015 يمكن ده أفضل تيم للمريخ أعتبره صح. أنا وكان غاب قوسين أو أدنى من التأهل لنهاية أبطال أفريقيا وكان فاز على مازيمبي بتذكر هنا وخسر، أو حتى الشوط الأول في مازيمبي كان متعادل سلبيا، بعتبره أنه ده
يعني يمكن يكون اقصى مجهود قدمه جارزيتو، فقط كانت تفاصيل صغيره من الاداره بالذات انا اعتبر انه هي ساهمت في خروج المريخ بهذا الجيل الذهبي اللي صنعه جارزيتو بقراراته ممكن يكون القويه نعم ورؤيته الساغبه. هو من افضل المدربين كما ذكرنا انه جاء للسودان وقدم تجربه كبيره جدا. طيب اذا لقينا مدربين زي ديل وقادرين يتعاملوا مع مجالس الادارات وناخذ الهلال كنموذج، لانه احنا الان بنتكلم عن الهلال، بتفتكر النتائج حتختلف؟ إذا كان هناك صبر في الإدارة، نعم. إذا كان صبر في الإدارة، يعني هسه إذا مثلا نموذج حي الآن الهلال تعاقد مع حماة صدقي المدرب المصري لدى الكثيرين ما معروف، والآن في نقد كبير من الإعلام أنه هو اسم صغير، اسم الهلال اسم كبير على هذا المدرب، هذا المدرب غير معروف ما عنده إنجازات. إذا حتى إذا كان ما عنده إنجازات، وأنا أعتبر أنه عنده إنجازات، إذا كان هو متواجد في منتخب مصر مع شحاتة وشوقي غريب في البطولات الثلاثة اللي حققتها مصر في أمم أفريقيا، وما ننسى أنه عمل إنجاز كبير مع نادي سموحة عام 2014، أي نعم هو عاطل منذ عامين في من تدريب في الأندية المصرية، لكن أعتبر أنه هو مدرب عنده طموح كبير ممكن يصنع اسم كما صنع يامن الزلفاني في المريخ. يامن الزلفاني في المريخ كان ما عنده اسم وقدم وتاريخ ووجد حملة شرسة جدا من الكتاب الكبار للمريخ، وقفنا نحن ضده بعض ما بعد المريخ، نعم بتذكر معظم الكتاب الكبار هم وقفوا ضد الزلفاني وكان عندهم رؤية، لأنه عندهم رؤية تانية قد تكون سبب إداري بالضبط. فكان واضح أنهم بيتعاملوا مع الإدارة السابقة، واضح أنهم كانوا مدمنين فشل الإدارة الحالية في المريخ، نعم. وباستقطاب يامن الزلماري كمدرب ما عنده اسم والمريخ فريق كبير عليه، فأعتبر أنه هذه الأشياء خاطئة جدا. هذه الأشياء يمكن ما عندها يعني أي معنى في الفكرة التدريبية أو الفكرة اللي بدعم البيع عموما في السودان. يعني لو شفنا أمثلة كثيرة في العالم وفي السودان بنجد أنه المدرب ممكن يصنع اسم ويكون محفز له أنه يعمل اسم ونتائج كبيره، خاصه ما ننسى انه مصري بيكون عنده حافز، لما لا يكون عنده حافز انه يتفوق على الاهلي، والهلال يتاهل امام الاهلي المصري ويتاهل امام النجم الساحلي، فالجميع كله الان بيتكلم لك انه هو حماه صدقي مدرب غير معروف ليس بحجم الهلال، ليس بغامه الهلال، وهو حيواجه فريق مصري ممكن يتنازل عن الكوره، ممكن يكون في تواطؤ، فدي اشياء بعتبرها ان اطلاقا يعني هو المدرب هو يعني كونه الاهلي ينتصر او اي فريق مصري ينتصر دي لا تحسب للمدرب، يعني المدرب هو يعني هيعمل من اجل اسمه من اجل الفريق اللي بيعمل معه، لانه اذا انتصر الاهلي على الهلال هذا لا تحسب للمدرب. نعم بكل تاكيد. يعني يمكن احنا عندنا مشكله في السودان برضو، يعني في مشاكل كثيره جدا، يعني تحليلات غير منطقيه. انا بعتبر العقليه اللي بتعامل بها الادارات في الانديه هي ما ساهمت كثير في ضعف الكره السودانيه في السنوات الاخيره، بالاضافه للاعلام دائما بيكون متحيز عنده دور سلبي في الاسماء اللي بتجي فيه وبتغادر بطريقه موسفه، ايضا طريقه التعامل حتى في الاحترافيه، يعني شفنا انا اداره الهلال تعاملت بقسوه خلينا نقول في مباراه الاهلي مع الجمهور السوداني اللي يمكن حظيت فقط ب 500 تذكره مجانا، ودي كانت طريقه تعامل غير احترافيه من نادي الهلال. اذا كان رئيس البعثه سيف الدين ابو كلابيش تعامل بطريقه يمكن تكون غريبه حتى مع جماهير ولترس الهلال اللي ترقلت بحر مالها من السودان العاصمه المصريه القاهره، وكانت يعني متواجده في ملعب السلام. يمكن اداره الهلال واضح كانت انه حتى ناس السفاره السودانيه استغربوا هناك انه كيف التعامل بهذه الطريقه مع اداره او مع جماهير الهلال في هذه المباراه بالذات، وما قدموا يمكن صوره مشرفه. اداره الهلال كانت ضعيفه حتى في الاجتماع الفني او الاجتماع التقليدي اللي كان قبل المباراه، كانت يمكن يعني خلينا نقول انهم وافقوا على كل الاشياء اللي وضعت في الاجتماع. فدي اكيد طيب ليه هي اداره الهلال اللي تعاملت او رئيس البعثه تعامل مع الجمهور بهذه الطريقه؟ طيب يمكن هو كان هناك حديث كثيره انه تقول انه رئيس النادي اشرف الكاردينال كان حيكون متواجد في المباراه او رئيس النادي حيكون متواجد، كذلك خلينا نقول انه اداره الهلال كان متخوفه من نتيجه صغيره بحكم قوة الأهلي المصري، بحكم أنه الهلال خسر الديربي والهلال النتائج متباينة في الفترة الأخيرة، كان متخوف من هزيمة صغيرة ويكون الجمهور السوداني حاضر ومؤثر في أشياء كثيرة يمكن تكون. هل ما حدث في قاعة الصداع كان ممكن كان في الذهن مثلا؟ ليس بعيد من اللسان هذه الحادثة اللي حصلت في تكريم أشرف الكاردينال، أنه مجموعة اقتحمت القاعة
ويمكن كنا شفنا النداءات باسقاط الرئيس وذهابه، لان هو بتشوف انه جماهير الهلال الان كلها بتشوف انه اشرف الكاردان هو سبب دمار الفريق الكره، انه هو موجه كل يمكن يكون قدراته الماليه في اشياء اخرى. يعني احنا ما ننكر ولا حد يستطيع ان ينكر في السودان والوطن العربي انه اشرف الكاردينال يمكن عمل بنيه تحتيه للهلال، عمل استثمارات، وجوهره زرقاء خير مثال لاشرف، واضح ما في دور كبير يعني وعظيم، دور كبير يعني الناس ما تكذب وما تقول كل الحقيقه. فنعم، فدي يمكن يكون دكتور اشرف يمكن يكون هو مشكور عليها من نادي من جماهير الهلال، ودي حتكون له مفخره لسنوات وسنوات طويله لجال حتيجي تتباهى بهذه الاستاد وبهذه المفخره لاستاد الهلال. لكن في النهايه فريق الكره اذا تم اهماله الجماهير خلينا نقول انه حتطالب بإقالة الرئيس او ذهابه، لانه الان انا يمكن بشوف في اشرف انه ممكن يكون رئيس استثنائي اذا وجد نفس الاهتمام اللي انت بتهتم به وبالمباني والاشياء الاخرى يهتم به بفريق الكره، وصبيت كل التركيز بتاعك في فريق الكره والاموال واستقلاب محترفين والصبر على الاجهزه الفنيه ويكون عندك نظره ثاقبه، خلينا نقول انه ممكن اشرف الكاردينال يكون رئيس استثنائي في نادي الهلال. نعم، وحقيقه قدم يعني في مجال المشاهد يعني قدم جهد كبير وعظيم، ما قدمه شخص يمكن. نعم، لا يعني ما في حد ينكر هذا الشغل الكبير اللي تم في السنوات الماضيه في الدورتين اللي يمكن يكون تواجد فيهم اشرف الكاردينال. نعم. خلينا نعود للحديث عن موضوع ابو كلابيش في نعم. وتعامله مع البحث هناك الجماهير. خلينا نقول انه كان مفاجاه صادمه بالنسبه لانه على الاقل كان هو اذا كان صرح وقال انه انا طالبت ب 1000 او 2000 مشجع يتواجدوا في ملعب السلام، خلينا نقول انه التعامل كان يعني يمكن يكون السفاره حاولت تتدخل في حل هذه الاشكاليه ومطالب على الاقل ب 2000 مقعد للجماهير السودانيه، لكن البحث السفاره نفسها انصدمت بقرار الاداره انه منعوهم يتدخلوا في هذا القرار، ومنعوهم حاجه غريبه لكن فده باكد لك انه كان في شيء ما مفهوم من اداره حاجه الهلال. غريبه يعني انت محتاج للجمهور تمنع الجمهور؟ يعني انا ما النقطه دي صراحه ما فاهمها يعني. يعني نعم، احنا كاعلاميين كنا متواجدين هناك حاولنا نفهم من اداره الهلال، لكن واضح جدا منذ وصول الهلال الى القاهره والبحث قفلت تم قفل التمارين حتى من البحث الاعلاميه هناك انه ما في زول يتواجد في التدريبات الهلال الا الميران الرئيس الا الميران الختامي، وحتى الميران الختامي لم يكن برضاء نادي الهلال، لانه اساسا هو قانون الكاف او هو حق من حقوق الاعلام انه يتواجد ربع ساعه نعم في كل تمرين. طيب دي يعني انا ما عارف يعني، لكن احنا كرياضيين بنعرف انه الناحيه النفسيه بتلعب دور كبير وعظيم، يعني وجودك في القاهرة، وجود جمهور حولك، وجود إعلاميين حولك، أكيد ده دافع معنوي كبير جدا. كيف أنت بتكفل من من يعني أنت بتفقد أهم أدواتك؟ نعم، يعني واضح لو كانت الجماهير السودانية في كل المحافظات المصرية، أنا كنت عندي اتصال مباشر مع دكتور مرتضى عبد الله مشكور من هنا، هو الملحق الثقافي في السفارة السودانية، يمكن ذكر أنه هو بيحاول أنه يستقطبوا 3000 مشجع، لكن كما ذكرت أنه اصطدموا بقرار مجلس إدارة نادي الهلال في متمثل في أبو كلابيش ومحمد عبد اللطيف هارون، اللي رفضوا أنه حتى أنهم يحاولوا يعني السفارة كانت تتدخل. بذكر مدير مكتب السفير علي عبد الله كان تحدث معي قال لي أنه والله يعني ممكن لو ادونا فرصة معهم إدارة الهلال ممكن احنا نقدر نتعامل مع الاجهزه الامنيه في القاهره بحكم تواجدنا لخمس سنوات في القاهره، عندنا علاقات كويسه، كان ممكن نحاول ندخل جمهور الهلال. نعم، في يمكن يكون في اخر لحظات المباراه قبل ان تبدا بساعه يمكن اشرف الكاردينال عقب وصوله اتصل باداره الاهلي وتم يمكن تقريبا دخول 700 او 800 على حسب انه كان الاتفاق ب 500 مقعد فقط للجماهير السودانيه، تم دخول الجماهير بكثافه. 500 دي من منو يعني؟ دي من الاهلي، منحها مجانا تذاكر مجانيه لبعثة الهلال للجماهير عشان تواجد في ملعب السلام. طيب كان ممكن يكون هناك زياده في هذا العدد؟ العدد ده هو محدد انه 500 ما في زياده، ولا عدم الزياده هي من اداره الهلال؟ من اداره الهلال، واضح جدا يعني ما في منع. ما في منع، لانه انت اذا بتتواجد ب 15000 متفرج وتم المنح 15000 في المرحله الاولى، ثاني بعد ذاك اداره الاهلي تواصلت مع الداخليه في مصر وتم زياده رفع العدد الى خمسه، بقى 15000. كان ممكن ايضا السفاره السودانيه تتدخل وتطالب على الاقل ب 2000 مقعد للجاليه السودانيه هناك بالقاهره، وكان ممكن وشفنا انه كما ذكرنا انه الاعداد الكبيره اللي مشت من هنا من اولتراس كما ذكرت بحر مالهم مشوا عشان يازروا الهلال ويدخلوا دعما للهلال في مباراه امام الاهلي القاهره، ايضا هم اصطدموا بتعنت مجلس اداره نادي الهلال. طيب نتكلم عن اقاله
كوتش صلاح، هل تفتكر الوقت كان مناسب بصرف النظر عن انه أدار المباراة صحيح او ما دار بصورة غير صحيحة؟ هل الوقت مناسب والطريقة سليمة؟ اذا كان المدرب اعتبر انه هو فشل في اثبات نفسه وفشل في حتى وجود طريقة معينة بيلعب بها الهلال، اذا كان في الدوري المحلي او الدوري الممتاز، ما اعتبر انه كانت انه اقالته تمت بطريقه غير بل بالعكس ان هي اتاخرت كثيرا في اقاله مدرب صلاح ادم. اللي انا بعتبر انه يمكن الهلال اذا كان خرج بنتيجه والحظ سانده فانه يخرج بنتيجه ايجابيه، شايفين انتم 2-1 كان بالامكان افضل مما كان في هذه المباراه، اذا كان صلاح يملك فقط الجراه ويملك فقط شخصية وكاريزما قوية أنه تجعله يضع تشكيلة قوية للهلال، لأنه بصراحة خلينا نقول فايلر كان متخوف جدا من الهلال السوداني أنه كان ممكن يباخته في ملعبه على ملعب السلام، لكن صلاح آدم فشل في أنه يقدم أي شكل للهلال، بدليل الاستحواذ، بدليل عدم وجود أي فرصة واضحة للهلال في مباراة أمام الأهلي. فده بأكد لك أنه صلاح كان فاقد لكل شيء. خلينا نقول من المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة صلاح كان مفتخر بأنه يواجه الأهلي، حديثه كان حتى يعني ما ذكر أنه الهلال فريق كبير، كان بيحاول أنه يذكر أنه الأهلي فريق الغر والأهلي فريق كبير واللعب أمام الأهلي في حد ذاته هو مكسب للهلال. فاعتبر أنه حديث كان سلبي، حديث أكد للإعلام المصري أنه هذا المدرب متخوف جدا من الأهلي، متخوف من خسارة ربما تصل لأربعة أو خمسة أهداف، ما أخذت في الاعتبار أنه الهلال ممكن يتعادل مع الأهلي ويخرج بالنتيجة إيجابية في ملعب القاهرة، وده كان حال جمهور الزمالك اللي كان يعني إذا الهلال إذا كان فرض شخصيته على الأقل أو كان حاول أو بادر بهجوم مع الأهلي، خلينا نقول أنه الهلال من هجمة وحيدة فقط أكد الضعف الكبير اللي بيعاني الأهلي في قلب الدفاع، خاصة رامي ربيعة اللي يمكن كلها فوات أهداف الأهلي بتجي من هذا المدافع. التشكيلة اللي بدأ بها فايلر نفسها أكدت أنه يعني يلعب بجونيور أجاي فقط في المقدمة الهجومية، واضح أيضا كسف خط الوسط ولعب برمضان صبحي كمهاجم وهمي، فده بأكد لك أنه هو كان أصلا متخوف من الهلال وعامل حسابه. رد صلاح على هذا الحديث قال أنه أنا حاولت أنه ما يقبل فيني هدف خلال 20 دقيقة الأولى، واضح أنه حتى قبل الهدف الأول والهدف الثاني وما حاول أنه يصلح في التشكيلة، حتى دخول وليد الشعلة في الشوط الثاني حتى الهلال حاول بعد ذاك أنه يبادر الأهلي وما قدر يصل حتى خطورة يشكل خطورة على الشناوي إلا في الدقيقة يمكن الأخيرة سجلنا بهدف. نعم طيب يا أخ عيدروس، ترى أنه الهلال هل بتفتكر أنه العناصر الموجودة الآن في الهلال هي عناصر قادرة على المقارعة أفريقيا؟ بكل تأكيد السؤال اللي جاب حتكون لا. نعم. الآن الهلال لا يملك من يصنع الفارق. نعم. الهلال الآن في خطأ في أخطاء، خلينا نقول أنها هي أخطاء هفوات قاتلة وساذجة من الدفاع الهلالي، ما في تنظيم معين أو واضح على للهلال في أو شكل للهلال خلينا نقول في المباريات. طيب شكل الهلال ده هل ما بتفتكر إنه وجود عناصر فاعلة وجود عناصر عندها القدرات والإمكانيات، يعني هل بتفتكر إنه هل المشكلة كلها في صلاح، ولا انت الان بتتكلم عن انه الهلال ما عنده العناصر اللي هي تستطيع انها تقارع الاندية الافريقية يعني؟ نعم الهلال هو يوجد في اسماء الان في الهلال مميزة، لكن بقدر انه في اسماء مميزة الان في اسماء لا ترتقي لارتداء شعار الهلال. نعم. نفسه. نعم. لكن هناك ممكن مدرب خلينا نقول ممكن يصنع من الفسيخ شربات، ممكن يكون عنده الشخصيه القويه اللي ممكن تجعله انه يضع تشكيله مميزه ويكون عنده قراءه عنده سليمه، عنده اسلوب، عنده طريقه قراءة سليمه للخصم وعنده طريقه مميزه ممكن يلعب بها الهلال، يعني ويفقه قدراته. بالاضافه ما ننسى انه الانتدابات يوم 1/1 يمكن اقل من 20 يوم الان، باب الانتدابات سيفتح للهلال على مصراعيه وعنده شانس كبير انه ممكن يكون هناك انتدابات تصنع الفارق خاصه في خط الدفاع و المقدمة الهجومية. والآن شفنا الهلال الآن بصدد أنه أول محترف قادم كما ذكرت صحيفة النادي اليوم أنه جونيور الكنغولي مهاجم الشرطة العراقي حيكون أول الداعمين لصفوف الهلال في فترة التسجيلات الماضية، هو محترف كنغولي يلعب في شاهدت أنت اللاعب؟ لا لم نشاهده حقيقة، لكن هو من السيرة الذاتية والسي في بتاعه أنه مهاجم مميز عنده القدرة الهجومية العالية، عنده يعني طريقة لعب مميزة، لعب في الدوري البلغاري، لعب في الدوري الروماني. الآن يعني هو خلاص خلينا نقول أنه يعني هو من الانتدابات حتكون، خلينا نقول حتى إذا كان فشل مجلس الهلال في عودة إمبوب وفي التسجيلات الماضية، خلينا نقول أنه ممكن جونيور يعوض الهلال في. تفتكر إمبوب واحد من اللاعبين المهمين؟ نعم. إمبوب لاعب مميز، حتى إذا كان
عنده شح في الاهداف، خلينا نقول انه كان بيصنع الفارق للهلال، نعم كان بيكون في حركة خطوره حركه، اي خصم مزعج مزعج جدا، اي خصم بيواجه الهلال كان بيفرض رقابه لصيقه لهذا المحترف، نعم. لانه اسم محترف وبقيمه محترف جاي من الكونغو، جاي محترف جاي يلعب في صفوف الهلال، معناه ده محترف عنده قيمه. خلينا نقول انه حتى خطورته، يعني انا 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 حتى في اعتقادي البسيط انه وليد الشوي او تعلقه كان هو يعني السبب الاساسي فيه امبومو، كان تواجد امبومو لانه كان فرض الرقابه لصيقه على هذا المحترف، ووليد وجد الفرصه، بالاهداف وعدم الرقابه اللصيقه، وبالاضافه ما ننسى انه كان عنده اسيست كثير لوليد الشويله في الدوري المحلي ودوري دوري الكونفدراليه العام السابق الماضي. فاعتبر انه عوده امبومو مهمه جدا للهلال في هذا التوقيت بالذات، اعتبر انه ايضا جونيور ممكن يكون اضافه، كذلك خط الدفاع لا بد من ترميم واضح في خط الدفاع، لانه الهلال الان سيلعب 3 مباريات الاخيره بوجود المحترفين، لانه مباراه النجم ستكون يوم 27 من هذا الشهر، فما حيخشوا في التشكيله الجديده، بالاضافه لانه المدرب المصري حماه صدقي حيكون متواجد في مباراه النجم الساحلي، ايضا دي بتديه دفعه جيدة انه ممكن يكون هناك فرصة انه يغرى الهلال ويغرى الخصم، اكيد طبعا هو دارس الاهلي المصري جيدا، بالاضافة حتمنحه انه يغرى النجم الساحلي، ممكن بالاضافات الهلال ممكن يعني يكون نشوف اسلوب لعب مختلف تماما للهلال في الجولات الثلاثة، اللي الهلال مطالب بحصد 9 نقاط كاملة ليكون متواجد في دور ربع النهائي. المعيار شنو كان بتفتكر لاختيار حمادة صدقي؟ يعني شنو المعيار كان؟ يعني انت من خلال قراءتك ومن خلال اذا كان وانت اعلامي عرفت خبر من الاخبار او نعم، شنو يعني الدافع لاختيار حماده صدقي دون بقيه المدربين؟ يعني انا بعتبر انه اداره الهلال في الفتره الاخيره يعني واضح من استقطاب المدربين هي دائما بتميل على المدرب، يعني خلينا نقول انه المدرب صاحب شخصيه او مدرب معروف بيطلب راتب عالي جدا، نعم، فواضح جدا انه هو الاداره الهلال لعبت على حبلين او خلينا لعبت على امرين، الاول انه مدرب مصري يعني يمكن بقيمه فنيه عاديه وقريب من الاهلي وقريب من البطوله الافريقيه، ويمكن يكون هو شاهد الهلال وكذا، يمكن يكون دي من الاشياء الرئيسيه اللي ساهمت في انه ياتي مدرب الهلال، بالاضافه ما ننسى انه هو يعني يمكن يكون حتى اذا كان تحدثنا عن الراتب اللي بيتقاضاه هذا المدرب المصري، اتصال نادي الهلال هنا او يدرب نادي الهلال في حد ذاته بالنسبه لهذا المدرب شيء كبير وشيء عظيم انه يمسك نادي الهلال، فبالتالي لازم لابد ان يوافق انه يكون متواجد في الدائره الفنيه للهلال ويكون متواجد في دوري ابطال افريقيا ويلعب في مجموعه ابطال افريقيا، فاعتبر انه اداره الهلال يمكن كان المعيار الاساسي انه هذا المدرب يمكن يكون عالم بخبايا واسرار كرة الشمال افريقيا عموما، اذا كان متمثله في الاهلي او النجم الساحلي، بالاضافه لفرصته انه يتواجد في نادي الهلال، وممكن يكون عنده طموح هذا المدرب انه يصنع اسم على حساب نادي الهلال ويقدم معه تجربه مميزه، اما لانه عنده تجربه مميزه جدا مع سموحه المصري. نعم، بالاضافه لانه التقارب المصري السوداني، يعني انت ما محتاج، يعني يمكن قريبين من بعض في كثير من الاشياء. نعم، ممكن دي برضه تكون برضه واحده من النقاط، ايضا واحده من النقاط اللي يمكن لعبوا عليه او كانت سبب من اسباب اختياره. طيب نحن اذا رجعنا للمباراه ونحن الان بنتكلم، يمكن هذه الحلقه مخصصناها، بتفتكر منو من اللاعبين اللي كان يعني كان عنده دور ابرز من اللاعبين الاخرين؟ والله انا بصراحه يعني يمكن يكون دور الغامبي وابو عقله في هذه المباراه كمحور ارتكاز او كلاعب يمكن يكون كان مميز جدا في قطع الكرات، في تمويل اللاعبين، لكن خلينا نقول اللعيبه نفسهم اصطدموا بعدم الخطه الهجوميه اللي ما لعب بها اساسا المدرب صلاح، نعم، اللي ما وضعها في الاعتبار، حاول انه يلعب بهجمات مرتده، لكن ابو عقله قدم مستوى مميز في هذه المباراه، خبره جمال سالم ايضا في ابعاد كذا، يمكن يكون هجمه خطره كانت على الهلال، سقوطه على الارض في عدد من اللقطات كان واضح انه قبل ان يصاب كان بيحاول يعطل في اللعب، لانه خلينا الاهلي يكون الاهلي ضغط كثير على الهلال، كان في ضغط رهيب على الهلال حتى في مدرجات الملعب، الجماهير كان في ضغط كبير جدا، جمال سالم بخبرته حاول يمتص حماس لاعبي الاهلي والجمهور بالسقوط المتكرر بخبرته، يعني يمكن يكون لاعبي الهلال قدموا
مستوى على حدود امكانياتهم، على حدود امكانيات المدرب اللي وضع لهم في هذه الخطه، لكن ابو عقله كان مميز في هذه المباراه وقدم مردود فني جيد. بالاضافه ايضا نصر الدين الشغال ايضا اجتهد كثيرا في هذه المباراه وحاول ايضا برضه بحدود امكانياته في هذه المباراه. طيب الدروس، اذا كنت انت موجود في مكان الاخ صلاح وعندك قدرات هؤلاء اللاعبين، وانت بترى انه برضه ليست بالقدرات الكبيره وكان محتاج دعم وتدعيم، وبترى انه الاخ صلاح او الكوتش صلاح كان يفترض انه يكون عنده طلبات لتدعيم الفريق، اذا بهؤلاء اللاعبين وبهذه القدرات انت كنت موجود، كنت كيف حتلعب هذه المباراه؟ يمكن الخطأ الوحيد لصلاح انه هو احترم الاهلي اكثر من اللازم، دي واحد. اذا كنت في محل صلاح بكل تاكيد هحاول افرض اسلوب الهلال، نعم، اللي هو على الاقل العب ب 4 4 2 على الاقل، يكون في وجود مهاجمين صريحين في دفاع هش مثل دفاع الاهلي المصري. واضح حتى الاعلام المصري والاعلام الاهلي نفسه اغر تماما بانه في دفاع فيها فوات قاتله في دفاع الاهلي، وشفنا بعد المباراه تماما الحديث والاشتباك بالايدي بين رامي ربيعه واحمد فتحي عقب المباراه، وتم معاقبتهم من قبل دائره. ده باكد لك انه في عدم تفاهم وتجانس في خط دفاع الاهلي، وده ما ذكره المدرب فايلر ايضا في المؤتمر الصحفي، قال احنا في هجمه واحده كبرنا هدف، معناه قال في اخطاء دفاعيه لابد ان نحاول نصلحها في المباريات القادمه. صلاح تخوف كثيرا من الاهلي، على الاقل كان يفرض شخصيه الهلال، ما اعتقد انه الهلال كان ممكن يخسر باربعه او خمسه كما هو كان واضح في الاعتبار انه الاهلي فريق قوي، لكن خلينا نقول انه هو فقد هذه النقطه تماما وجاء خايف من الاهلي وجاء بس بصدد الدفاع وانه يخرج باقل الخسائر، ودي كان عقليه خاطئه جدا من صلاح ساهمت بشكل كبير في انه الهلال يخسر هذه المباراه، يخسر النقاط، لانه خلينا نقول كما ذكرت انت في اول حلقه هي ما مباريات نوك اوت، يعني مباريات حصد النقاط يعني، وليست مباريات انك انت خروج المهزوم، خروج المهزوم. فبالتالي صلاح لعب على هذه المباراه انه يحاول بقدر الامكان ما تحسب عليه انه يخسر بنتيجه خمسه وانه هو يتم اقالته بطريقه ما بتشبه المدربين، لكن في النهايه صلاح ما قدم شيء يذكر للهلال في المباريات الماضيه، حتى شفنا فقط 8 نقاط من 3 مباريات في الدوري المحلي امام هلال كادوغلي وامام الامل واهلي عطبره، دي ايضا كانت كفيله جدا بخروج صلاح من الباب الضيق لنادي الهلال، لكن الاداره جاملت كثيرا في تواجد صلاح في دوري ابطال افريقيا وفي المجموعات، وحتى انا ذكرت في مباراه بلاتينيوم الهلال ما قدم مباراه كبيره بالرغم الضعف والسوء اللي لازم بلاتينيوم، فريق عادي وفريق ضعيف، الهلال قدر انه يحقق المطلوب في النهايه ويفوز ايضا بنتيجه ضعيفه 2-1 على بلاتينيوم اضعف فرق هذه المجموعه، لكن في النهايه اعتبر انه صلاح الاقاله تمت في وقتها الحمد لله، والان الهلال عنده عنده شانس انه مدرب حماس صدق انه ممكن يجي و هل الفرصه، هل الوقت مناسب؟ يعني هل الوقت الزمن ضيق؟ هل بتفتكر انه حماده قد يكون عنده بصمه في هذا الزمن الضيق؟ انا اعتقد انه تواجد هيثم مصطفى في الدائره الفنيه ويكون مساعد لهذا المدرب ممكن تكون شيء مهم جدا، لانه هيثم يمكن عارف في الفتره الماضيه بكل النقاط السلبيه والايجابيه في تشكيله الهلال، ممكن يدعم بها المدرب، لكن في النهايه يعني تصحيح الخطا بالخطا شيء يعني خاطئ، الحمد لله انه هو الان الجماهير كلها طالت بقاء صلاح، فاعتبر انه كان تواجده مره اخرى في المباراه القادمه كان ممكن سيكون شيء مؤسف، كان ممكن تحصل خسائر اخرى للهلال، لكن في النهايه حتى الجميع موافق او عنده مقر بانه دائما الانتدابات المدربين تكون دائما قبل بدايه الموسم افضل، لانه عشان تتيح للمدرب فرصه، لكن الان في نص الموسم وفي دوري ابطال في اثناء المنافسه صعبه جدا على اي مدرب ياتي في هذه البطوله وفريق بحجم الهلال، لابد ان يكون هناك مدرب عنده رؤيه ثاقبه عشان يقدر يقود الهلال الى الانتصارات. عدم وجود محترفين، اكيد الميديا بتتكلم وعارفين الهلال وعارفين الضعف وعارفين القوه في الهلال، عدم وجود محترفين، كنت تحدثت عن البعض من الناس الزمالك يمكن يتكلموا معاكم، هل الاهلي القاهري كانت هذه المعلومه موجوده عندهم وبالتالي اللعب مرتاحا يعني نفسيا حتى عدم وجود محترفين ده باكد انه الفريق قدراته اقل؟ نعم، يمكن الاهلي ما كان واضح جدا انه هو عارف الهلال بمدرب المدير الفني، لانه خلينا نقول في حاجه غريبه جدا، تشكيله الهلال 18 جاءت باسماء غير موجوده في كشف الهلال،
حاجة يعني غريبة. يعني جاد بي. انا بتذكر انه تم تم ارسال تشكيله الفريقين للاعلاميين الموجودين في المقصوره، اذا كان من جانب الاهلي وكان من جانب الهلال. فانا من استلمت الورقه عينت للنائب وجدت انه اسم امباو موجود في 18، اسم جزائري محمد الهادي بالعويداد موجود. حاجه غريبه. فدي باكد لك انه حتى اداره الاهلي او حتى المتواجدين ما كانوا عارفين انه الهلال الان بلا محترف، كانوا خاطين في حساباتهم انه في وجود محترفين للهلال ممكن يكونوا مفاجاه للفريق. لكن خلينا نقول عموما نؤكد انه المحترف دائما بيصنع الفارق، المحترف دائما بيدي الفريق شكل، بيدي الفريق هيبه في خط المقدمه، بيكون هناك خوف او تخوف من الفريق الاخر، لانه شفنا دفاع الاهلي حتى ساهم في انه يكون يساند خط الوسط ويساند خط الهجوم. يعني يمكن بتذكر انه حديث نادي الزمالك انه بيقولوا انه لا 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 او ناس الاهلي نفسهم بيتحدثوا معانا بيقول لنا انه دائما المحترف عندهم حاجه مهمه جدا. الان الاهلي معتمد بشكل كبير جدا على جونيور اجاي في خط المقدمه، هم بيحاولوا انه يستعيدوا ذاكره فلافيو وما صنعوا فلافيو في مع الاهلي وقدم تجربه كبيره. ايضا ما ننسى الترجي كان عنده مهاجم كبير مرعب الرامو، كذلك الهلال التجربه الان يمكن يكون طيبيه الذكر كالتشي وجودوين قدموا تجارب قويه، سادومبا كذلك المعتزل بالامس. دي كلها اسماء يمكن المحترفين اذا هور المريخ مجموعه من فدي كلها اسماء كبيره جدا، ودائما لابد يكون في هناك محترف في الفريق بيصنع الفارق وبيقدم في مستويات طيبه. لكن عدم وجود محترف في الهلال في 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 مصر هكذا بطوله كبيره اعتبر انه هو شيء سلبي من اداره نادي الهلال في الفتره الماضيه. طيب ده بيخلينا هذا سؤال مهم ومحوري، هل ده بيعني انه الاهلي لا يتابع الهلال؟ يعني انت يعني بتذكر لاعبين تشكيله بيجيك بعدد من اللاعبين موجودين، عدد من المحترفين جزائري كانغولي مجموعه من اللاعبين وهم اصلا غير موجودين، هل ده بياكد انه الاهلي ما احترم الهلال او اصلا ما متابع الهلال؟ هو الاهلي واضح انه ما احترم الهلال، في واضح انه ما عارف الهلال، لكن هو من 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 التشكيله الوضع كان متخوف من هذه المباراه لانه كان خاسر المباراه الماضيه وخاف انه يتعادل في او يخسر مباراه الهلال. لكن خلينا نقول حتى حسين الجريف كان موجود في التشكيله، كان موجود في التشكيله في 18 لنادي الهلال. فده برضه بياكد انه عدم معرفه الاهلي بلاعبي الهلال والمتواجدين وحتى المرافقين للبعثة. فده بياكد انه الاهلي ما كان عارف انه الهلال حيلعب بمنو او التشكيله حيكون فيها شنو. انا ما متابع الهلال. المدرب ذكر في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراه فايلر السويسري قال انه انا عارف عرفت الهلال وقريت الهلال ودرست في الفتره الماضيه فتره قصيره نعم بعد مباراه النجم، لكن قدرت اعرف معلومات عن الهلال وان شاء الله قال احنا احتمال يكون راجع عشرته قديمه ما بعيد، لكن نعم. هو واضح جدا انه كان في عدم معرفه من حتى من اداره الاهلي في خطوره نادي الهلال، وحتى الاسماء كانت متواجده في البحث. حتى شايف انا يعني يمكن يكون في شيء مهم جدا احب انه اذكر به اداره الهلال. اداره الاهلي يمكن يكون مارسة الحرب النفسية على إدارة الهلال بشيئين. الشيء الأول مهم جدا عدم تواجد أي عضو من مجلس إدارة نادي الأهلي في استقبال بحثة نادي الهلال، وده شيء برضو أنا بعتبره أنه إذا كان إدارة الأهلي بتحاول تبعث الحرب النفسية في نفوس لاعبي الهلال أو إدارة الهلال بعتبره أنه شيء سلبي جدا. ده عدم احترام لنادي الهلال، أنه عدم وجود أي عضو من مجلس إدارة. يمكن يكون المكان متواجد فردي واحد كان تقريبا من المكتب التنفيذي لنادي الأهلي هو اللي جاء وعمل إجراءات نادي الهلال. نادي الهلال استغرق في دخوله للقاهرة يمكن يكون أكثر من ساعة ونصف أو ساعتين للدخول من المطار إلى القاهرة، وده برضو شيء كان مؤثر نفسيا للاعبي الهلال. ما ننسى الاجتماع التقليدي أو الفني للمباراة اللي عقد في مقر نادي الأهلي، كان الاجتماع التقليدي في غرفة الكاسات لنادي الأهلي، ودي كان بمثابة رعب او بمثابه يعني يمكن يكون شو بالنسبه للاهلي، ترويج للكاسات المعروضه كانت في غرفه النادي الاهلي بثمانيه كاسات لابطال افريقيا رقم قياسي، في 32 كاس مصر، في يعني كلها كاسات كان موجوده. اعتبر انه ده كان برضه جزء من الحرب النفسية. انا بختلف معك في النقطه دي، وقد تكون دافع ايجابي يعني احنا كلاعبين يعني، وما اعتقد انه واحد من اللاعبين الموجودين في كشف الهلال ما عارف انه الاهلي حقق هذه البطولات، والا يبقى لاعب هش ويبقى نحن لاعبنا لاعب هش وبيتأثر، لأنه أصلا أنت عارف قدراتك، عارف إمكانياتك، عارف النادي الأهلي نادي القرن، فيبقى اللاعب السوداني دي مشكلة كبيرة جدا إذا كان أصلا اللاعب يتأثر
بكاسات يبقى دي مشكله كبيره وعظيمه. اذا حتى ما تم عرض الصور على لاعبين الهلال او ما شافوا هذه الصور اعتبر انه في حد ذاته يعني يمكن يكون في انك تعرض ده تسويق يمكن او عرض لكاسات الاهلي في اجتماع تقليدي خاص بمباراه الهلال والاهلي في ابطال افريقيا، انت بتعرض كاساتك تعتبر انه كان على الاقل كان يكون في اعتراض من اداره نادي الهلال انه كان ممكن يقام في اي اي مكان في الاتحاد او في اي غرفه. طبعا من حق النادي انه هو اختيار المكان اللي ممكن يقام فيه الاجتماع التقليدي، ودي من الاشياء اللي يمكن يكون اذا عرفت مؤخرا للاعلام. يعني احنا كنا بواقع انه يعني عندنا معرفه انه الاجتماع التقليدي دائما يقام في الاتحاد العام، فتفاجانا في مصر انه الاجتماع التقليدي ممكن يقام في النادي، ممكن يقام في اي مكان، من حق النادي انه يقام اختار. لكن هلال المريخ دائما نجدهم انهم مطيعين للاتحاد. اداريه دائما نرجع نقول فبنرجع انه مشكله اداريه وضعف الاداره في نادي الهلال، عدم المعرفه، عدم العلاقه بين الاداريين السودانيين الان موجودين في الانديه وكره القدم. يعني كثير من انديتنا الكبيره اداريينا ما عندهم علاقه بكره القدم، يعني دي برضه مشكله كبيره وعظيمه جدا. يملكون المال لا علاقه لهم بكره القدم، فدي مشكله موجوده في السودان من اصغر نادي درجه ثالثه لاكبر نادي. ولا بتتفق معي؟ نعم انا بتفق معك، حتى في اعضاء المجلس دعم. اذا كان اعضاء المجلس لا يتصدوا لاخطاء رئيس النادي ويكونوا يكونوا بيمشوا فقط اجنده ويمروا اجنده رئيس النادي بلا صد وبلا فرض راي او حتى مناقشه الراي في الاجتماعات، اعتبر انه ده برضه شيء سلبي، شيء سلبي كبير وضعف من ده كله سببه انه الناحيه الماليه الناحيه الماديه متحكمه. ده بنجده في انديه شمال افريقيا ولا في الاهلي ولا في الزمالك، لانه الانديه مؤسسه. نعم مؤسسه بتقوم بدورها. يعني اذا كان رئيس النادي معتصم او عبد الرحمن او عيدروس اي شخص ممكن يدير النادي اذا كان عنده القدرات. الان نحن بنعتمد على الشخص اللي عنده المال اكثر من الشخص اللي عنده علاقه بكره القدم. نعم فده واضح جدا انه نحن بنعاني من مشكله اداريه كبيره جدا. لا بد ان يكون هناك في يمكن يكون في الانتخابات المقبله الجمهور السوداني او جمهور القطبي القمه لازم لا بد ان يلعبوا دور كبير في الـ 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 الانتخابات المقبله فانه يختاروا اداراتهم اللي بتجي يمكن تكون بالفكر قبل المال في إدارة الأندية، وده شيء مهم جدا. لابد كمان أن يعرف الآن رؤساء الأندية المتواجدين إذا كان أشرف الكاردينال وإذا كان رئيس نادي المريخ يعرفوا أنه دائما فريق الكرة يحتاج لفكر ويحتاج للإدارة أصبحت علم في نفسها. لابد أن يكون هناك إدارة واعية تعرف كيف تدير أمور الكرة وفريق الكرة، لأنه في النهاية الجمهور داير نتائج نتائج ودار فريق كرة قوي بكل تأكيد. أنا بحيي كثير جدا الأخ العزيز زميل عبد الرحمن عيدروس، شكرا لك كثير. شكرا اخ معتصم وشكرا، وسعيد جدا استعاب لهذه الحلقه المميزه وسعيد جدا بهذه الاستضافه. اهلا ومرحبا بك، وانا في الختام نتمنى للهلال الانتصار، وخاصه زي ما انا ذكرت قبل شويه هو الفريق الوحيد اللي اصبح بيمثل السودان، واكيد في ظل الديمقراطيه نتمنى انه واحد من فرقنا تمشي لقدام، وخاصه انه الهلال حيدعم فريقه في شهر واحد، ودي اكيد حيكون عندها دفع كبير للهلال. نمشي ونشاهد مع بعض قبل ما نمشي للعالمي الزميل سالم سعيد هذه اللقطات ثم نعود لنتواصل.